السلام عليكم. السلام. معلش معانا مسابقه من صناع السعاده، هتكسب فلوس ما تقلقيش. والله ما تقلقي من حاجه، والله مسابقه محترمه، ما تقلقيش من اي حاجه. بعتذر منك والله، انا اسف. ما تقلقيش، لو ما عجبكيش الاسئله ممكن تاخدي بعضك خلاص. حضرتك اسالها هي. طب تعالي هنا. طيب تعالي تعالي تعالي، ممكن تيجي معايا بس ما تقلقيش من اي حاجه. اسمك ايه؟ اسمي ملك. اسمك ملك؟ كم سنه يا ملك؟ عندي 10 سنين. هي ماما خايفه ليه يا ملك؟ معرفش. طيب احنا بص يا ملك، معانا مسابقه من صناع السعاده، نسال الناس الجميله اسئله واللي بيجاوب معانا بيكسب معانا 2000 جنيه دول. تمام. انت رايحه فين كده اصلا؟ انا داخله الندوه. انت تبع الندوه اللي هي في المكتبه دي؟ اه. طب ما شاء الله عليك، يعني انت مثقفه بقى. طب انت داخله الندوه اصلا هتعملي ايه؟ انا بلقي شعر وبمثل مسرح وبرسم وبالف قصص، وليا كتاب نزل في معرض الكتاب، واعلاميه كمان. واعلاميه كمان. وعشر سنين كل ده، الله اكبر عليك. انا بدأ اصلا من 3 سنين. ايه ده؟ يعني انت بدأ وانت عندك 7 سنين؟ 3 سنين. 3 بدأ وانت عندك 3 سنين؟ اه. ده انت كنت بتزحفي لسه؟ ما عادي بقى، انا حبيت الهواية من وانا صغيرة. يعني كنت بسمع شعر كتير فعشان كده حبيته. اكتر حاجة حببتك في الكلام ده ايه؟ ابلة فضيلة. ابلة فضيلة؟ انت بتعرفي تعملي زي ابلة فضيلة؟ اه. طب نسمعينا كده حتة. مروان على طول غضبان، ماما كانت تقول لمروان: مالك يا مروان؟ يرد مروان ويقول لها: انا متضايق يا ماما ومش مستحمل من اصحابي اي كلام. ترد ماما وتقول له: عشان انت مش طويل البال، ايه رأيك تقرأ قرآن او تسمع كلام سيدنا محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الجمال ده؟ ده ايه ده؟ انت فويس اوفر. تسلم يا عم. ايه الجمال ده؟ والله ما شاء الله عليكي، بجد بجد انت مبهرة. طب انت دلوقتي ايه هي اكبر آية في القرآن؟ ايه هي اكبر آية في القرآن؟ آية الدين. آية الدين؟ ايوه ايوه صح صح صح. وسورة البقرة؟ ايوه هي سورة البقرة. تمام. ما شاء الله عليكي، الف الف مبروك. لا مش عايز. ايه؟ لا امسكي معانا، الف مبروك. اتفضلي. تمام. احنا بقى ايه؟ قولي لنا بقى كده قصيدة عن الأم منك. تمام. يلا. كل ركن في بيتنا يما بتوحشيه. الله. من عينيكي كنت بفهم عايزة إيه، حتى الكلام اللي ما كنتش بتقوليه كان لما دق القلب يهدى تسمعيه. الله. فاسمحيني آجي يما وأسألك: سبتيني ليه؟ هنت يما إزاي عليكي وانا لسه يما محتاجاكي؟ مش انا بنتك حبيبتك، ازاي يعني تسيبي ضناكي؟ ده انا وياكي كنت بشوف الدنيا براح، كنت في حضنك انا برتاح، تملي حياتي انا واخواتي بالافراح. ايوه يما سمع صوتك بتناديني، ايوه يما لسه شطره في المذاكره، ايوه فاكره واخده بالي من دروسي، لسه مش ناسيه القواعد انجليزي ولا روسي، لساني بقرقد استكتي وبشخبط لسه بكراريسي، ولما كان ما يجيش نوم بفتكر درس العلوم، كنت بسال مين هيكويلي الهدوم. السنة دي صعب جدا الامتحان، مع اني شطرة في المرجح، بس ليه حسيت بسقعة لما سلمت الورق؟ وقتها وجودك فرق. كنت محتاجة يا امي تطمنيني، كنت بطمن قوي لما كنتي بتقوليلي: ما تقلقيش يا نن عيني، هتفرحيني وتنجحي لو بس يعني تسمحي ما تعيطيش. كنت يما بتقوليلي ما تخافيش. عيطتي ليه؟ ايه الاحساس العالي ده؟ تسلم يا عم، اصل الكلام اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. الله، 10 سنين ازاي؟ طيب اقنعيني انت ازاي 10 سنين؟ ما اعمل ايه والله، عشان اتدربت وخدت كورسات وبرضه تحفيظ القران. 40 سنه ده مش ايه ده؟ ايه ده 40 سنه ده مش انا اصلا معايا ماجستير مهني مصغر في علوم القياده والاداره. الله اكبر الله اكبر. خدتيه امتى ده؟ انا خدته الاسبوع اللي قبل اللي فات. طب ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي، انت يعني
10 سنين وبتعملي الحاجات الجميله دي، انت ما شاء الله ليكي مستقبل باهر. يا بخت والدتك بيكي والله بجد، ربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها يا رب. يعني يا ريت يا جماعه كلنا ندعم المواهب والحاجات الجميله دي. عندك صفحه على الفيسبوك؟ اكيد. خلاص انا هاخد لينك الصفحه وهنحطها في الكومنتات، وكل الناس اللي تتفرج علينا تخش تتابعك عشان تدعمك. طبعا ده شرف ليا. والله تستاهلي كل الدعم. شكرا يا بجد اتشرفنا بيكي، وان شاء الله باذن الله يعني ناخد رقم تليفونك ونبقى تبقي معانا في حلقات تانية كتير ان شاء الله. يا اتشرفنا بيكي يا ملك. اوعى حد يشتتك. الله. اوعى حب يموتك. واللي حاول يكبتك اطرده من غير جدال، واوعى تاكل غير حلال. الله. واما هتعاشر هتعرف الشيطان وابن الحلال.